Model Test 2 Pages 130-131 هنحل هنا أهم المسائل اللي جاية في التست طبعا بقية المسائل سهلة فاحنا عشان كده مش هنحلها أو حلينا زيها قبل كده كتير يعني فاحنا بنحل الأفكار المختلفة اللي احنا ما حلناش زيها قبل كده Second question Choose number 2 If n is a negative number Which of the following is the smaller number مدين ال n أي value negative فاحنا هنختار أي value negative وليكن negative 1 هنعمل سبستيتيوت بالفاليو النيجاتيف 1 في الاربع حالات اللي مديها لي ال A وال B وال C وال -G. A 7 بلس N احنا مختارين ال بنيجاتيف 1 يبقى 7 بلس نيجاتيف 1 يكوال 6 B 7 ماينس نيجاتيف 1 يكوال 8 C نيجاتيف 7 اوفر نيجاتيف 1 هتديني 7 D 7 ملتبلاي نيجاتيف 1 يكوال نيجاتيف 7 ايه هو ال smallest number في ال 4 numbers دول اكيد ال 7 هو ال النيجاتيف الوحيد يبقى number D لو اخترنا ال -N بأي value تانية نيجاتيف برضه هيطلع نمبر دي هو ال smallest number number three in the opposite figure spinor game consists of 24 equal sectors 1 over 3 of sectors are red 1 over 8 violet 1 over 2 blue 1 over 24 are green the player rotated the pointer on any color the change of stopping the pointer on it is the greatest الرسمة مش عندي أنا مش رسماها بس هي موجودة في البوك page 130 يا ريت نفتح البوك على البيج ديت وهنبص على الرسمة اللي مرسومة قدامنا هي سيركل متقسمة ل 24 سيكتورز نصهم 1 over 2 ده اللي يهمني بلو والباقي النص الباقي بقى 3 colors 1 over 3 red و 1 over 8 violet 1 over 24 green هو بيقول لي انهي اكبر احتمال لو انا لفيت البوينتر هيلف على انهي نمبر انهي اكبر فرصة عندي لانهي color اكيد اللي هو اكبر فراكشن يعني half للـ, للـ blue يبقى أكبر احتمال عندي هو اللي بأكبر فراكشن يعني الـ one over two اللي هو طبعًا الـ color blue. نمبر four، in the opposite figure square of side length 20 cm then the area of the shaded part in cm square. أنا عندي circle inside square مديني the side length of the square ب 20 cm وعايز ال area of the shaded part، هو ال shaded part عبارة عن إيه؟ عبارة عن ال area of the square subtracted ال area of the إيه of the circle الجزء المتلون ده الأربع أطراف اللي بره دول عبارة عن إيه؟ ال area of the square شلنا منها ال area of the circle يبقى أنا لازم أجيب ال area of the square بعد كده أجيب ال area of the circle وأعمل الاتنين ماينس بعض هطلع ال area of the shaded part طب أول حاجة ال area of the square عبارة عن side by side يعني equals 20 by 20 مديني side by 20 يبقى equals 400 سنتيمتر سكوير

ملتبلاي الراديوس هو 10 ملتبلاي 10 يبقى equal 314 سنتيمتر سكوير دلوقتي بقى area of the shaded part equal 400 minus 314 يعني equal 86 اللي هي الarea of the square 400 minus the area of the circle اللي طلعت عندي ب314 هتديني 86 سنتيمتر سكوير third question number A if the image of the point A and B by translation 3 و-2 is the point 4 و-5 find the coordinates of the point A و B في العادة هو بيديني ال point وبيديني translation وبيطلب ال image هنا طالب العكس هنا طالب ال point نفسها equal A طب ما هي هي احنا كنا بنعمل ايه كنا بنقول ال point plus the translation تبقى equal ال image نفس الكلام هنا ال point اللي هي ال A plus ال translation اللي هي 3 تبقى equals 4 كام بلس 3 ايكوال 4 مش محتاجة حتى equation 1 plus 3 plus 4 يبقى الـ A ب-1. طيب ال-B plus negative 2 تبقى equals negative 5. تبقى ال-B بكام؟ برضه مش محتاجه الايكويشن equation 3 على طول. لو مش عارفين هنودي the negative 2 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف بال-positive يبقى ال-B with negative 5 plus 2 اللي هي برضو بال-3. تبقى ال-A with B, a 1 وال-B negative 3 تبقى 1 و-3. بي ا بوكس كونتينز 4 وايت بولز 6 ريد بولز uh, one pole is drawn randomly find the probability that the drawn pole number A أو first white من primary 3 كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن التوتال عندي هنا 4 و 6 يعني ب 10 يبقى ال probability of the white عددهم اللي هو ال 4 over 10 يبقى 4 over A 10 طب إحنا بس بنجيب حاجة اسمها sample إيه sample دي؟ الكور اللي عندي عبارة عن إيه؟ 4 White و6 Red يبقى White 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 Red 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 6 Red يبقى عددهم كام؟ الـ Number of Sample وده اللي يهمني ما يهمنيش الـ Sample دلوقتي يهمني الـ Number of Sample بـ 10 دي ثابتة طول المسألة الـ Number of Sample 10 اللي هو التوتال Number هو بقى طالب مني الـ Number of الـ White يبقى الـ event White هما إيه؟ 4 White 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 يبقى عددهم كام؟ 4 يبقى الـ Probability of الـ White طبعا النمبر اوف الوايت اوفر عددهم اللي هو 10 اللي احنا لسه قايلينه 4 اوفر 10 طبعا ان ذا سمبل فورم هتديني 2 اوفر 5 اس ا ديسيمل 0.4 لو حبينا نجيبها كبرسنتج تبقى 40% اوكي يبقى النمبر اللي هو مديهولي اوفر التوتال نمبر النمبر اللي عندي اللي هو النمبر اوف الوايت 4 والتوتال ده اللي احنا بنسميه نمبر اوف السامبل يبقى ايكوال كام 10 طبعا النمبر اوف السامبل ثابت تاني طلب هو هيطلبوا النوت وايت اللي مش ابيض ايه اللي مش ابيض الاحمر من عندي لونين بس وايت وريد اللي مش وايت يبقى ريد اوكي عددهم كام اللي مش وايت اللي هم الريد 6 يبقى الايفنت ار او الاحتمال الثاني يعني اللي هو نوت وايت كام 6 ريد وريد 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 يبقى النمبر اوف الار ايكوال ايه 6 طبعا البروبابيلتي اوف الريد هيبقى ايكوال ال 6 اللي هو عددهم اوفر التوتال نمبر او النمبر اوف السامبل يعني اوفر 10 طبعا ان ذا simplest فورم هيديني 3 اوفر 5 اللي هي 0.6 as a percentage تبقى ايه 60% fifth question number a if x multiply between bracket 7 minus negative 2 equal negative 8 by 9 by negative 1 find the value of x equation بس انا هعمل لها simplify الاول قبل ما احلها طبعا هنعمل simplify step by step يعني مش مرة واحدة أقوم حاطة كل الكلام ده على الكالكوليتر وأشوفه كام، لأ خطوة خطوة، x باي هحل اللي البراكت 7 minus negative 2 كأنها 7 plus 2 negative negative positive تبقى equal، negative 8 by 9 ب 72 by negative 1، الخطوة الثانية 7 plus 2 ب 9، يعني x by 9 اللي هي 9x equal negative 72 by negative 1 negative by negative positive يبقى positive 72، تبقى الاكس x لوحدها بكام؟ ب 72 divided باي 9 اللي هي تديني 8 طبعا 9 هنا كوفيشنت فهعمل ديفايد عليه يبقى ال x equal 72 ديفايد 9 اللي هي equals 8 number b the following table shows the percentage of the production of meat in three slaughter house during a month first عايزين ال اللي قدامي ديت نحطها على الايه؟ ال pie chart ال اللي عندي ال first 25% ال second 35% ال third 40% طبعا التوتال دي انا اللي جايباها لازم اي مسألة يكون فيها توتال اي مسألة فيها ال representing لازم نجيب التوتال لو هو مش مديولي انا بجيبه طبعا التوتال في البرسنتج لازم تطلع ب 100% مجموع التلاتة دول مع بعض 25 thirty 35 plus 40 لازم يطلع ب 100% اوكي اهم حاجة بقى عشان ارسم لازم اجيب الانجلز اللي انسايد السيركل يبقى بزود على التيبل صف تاني بكتب فيه الانجلز طبعا المجموع في الانجلز يبقى التوتال الذي يطلع ب 360 عشان اجيب الفيرست بقول البرسنتج بتاعته اللي هي 25% ملتبلاي 360 اللي هو السم اوف الانجلز تديني دي 90 السكند 35% باي 360 هتديني 126 الثيرد 40% ملتبلاي 360 تديني دي 144 اوكي يبقى بنجيب الانجلز ازاي البرسنتج اللي مديهالي باي 360 يبقى كل خانه عندي بعملها البرسنتج بتاعتها ملتبلاي 360 وبجيب الانجل بعد كده هنرسم السيركل اول انجل عندي ب 90 يبقى هنرسم جواها انجل ب 90 نكتب طبعا كل الداتا اللي عندي فيرست ب 25% والانجل 90 من اخر لاين هنرسم انجل 126 اللي هو السكند سيكتور هنكتب فيه طبعا ال second و 35% وال 126 اخر angle انا مش برسمها هي already مرسومة انا بتأكد بس منها ان احنا رسمنا صح لازم تطلع ب 144 ممكن تزيد ديجري تقل ديجري انما ما تزيدش اكتر من كده ما تبقاش 150 و 160 يبقى انا بتأكد ان انا رسمت صح من اخر سيكتور لازم يطلع عندي 144 ديجري طبعا بكتب عليه ثيرد وبكتب عليه ايه الفاليو بتاعته هي 40% نمبر بي تاني طلب بيطلب مني if the production of the first slaughter is 1125 ton in the month find the total production احنا اتفقنا ان احنا عاملين value للtotal التوتال طلع في البرسنتج ب100 طب والتوتال في الانجل ب360 التوتال بقى از number هو مديلي النمبر بتاع الفيرست بس يبقى انا هعمل صف رابع كمان احنا عملنا صف للانجلز هنعمل صف كمان للايه للبرودكشن as a number يعني الproduction بتاع first مديهوني ب1125 طب الsecond والثيرد والتوتال يطلعوا كام؟ أول حاجة نجيب الsecond بنجيبها بالكروس multiplication لو نفتكر من الترم الأولاني كنا بنعمل ايه؟ عشان نجيب Second هقول 1125 by 126 divide 90 ده لو أنا حبيت أجيبها من الانجلز لو حبيت أجيبها من البرسنتج ممكن أعمل 1125 by 35 divide 25 هتطلع برضو بنفس الفاليو اللي هي 1575 اوكي okay. يبقى احنا كده جبنا الفاليو او النمبر اوف second طب الثيرد نفس الكلام cross multiplication 1125 multiply 144 ديفايد 90 لو حبيت اجيبها من البرسنتج يبقى 1125 by 40 divide 25 اوكي okay. تديني 1800 طب التوتال ممكن اجيبه بطريقتين يا إما أجمع 3 numbers اللي هو 1125 1575 1800 فيديني 4500 أو إن أجيبه بالكروس مولتبليكيشن يبقى 1125 اللي هو البروتكشن أوف الفيرست اللي أنا دايما شغاله عليه باي 360 ديفايد 90 احنا هنجيبه بالطريقتين عشان نتأكد إن لازم ال two values يطلعوا نفس ال نفس ال value يعني يطلع ب 4500 لو جبناها بالطريقتين الاثنين هيجيبوا لي برضو نفس النمبر اللي هو ال 4500 يبقى هنحلها بالكروس multiplication مره ومره هعمل اد 3 numbers لازم برضو يطلعوا ايه نفس الفاليو